بالضغوط النفسيه دي وبالساعات الطويله وبالكميه الحاجات اللي لازم تفكروا فيها وتطوروها, ده اثر على اسلوب حياتكم؟ يعني يعني زي ما عارفين تتبسطوا برضو بحياتكم وتخرجوا وتعمل, ولا لا ده التضحية الاولويه, ولا اولويه طاقتكم وكل حاجه لمشروعكم او للحلم ده؟ لا لا, هي الحياه اتغيرت تماما. ما ده بقى عايز افهمه. لا لا, الحياه اتغيرت تماما, ودي اوحش حاجه في القصه دي. بس انت كل انا كنت عندي امل انك تقول لي لا لا ده احنا كان نفسي اقول لك كده. بس لا يعني لا بالعكس, عايز تقول لي الحقيقه طبعا. لا لا, ايه اللي لا صعبه يعني, انت ما بتنامش دايما بتفكر. انا ممكن اقول لك, انا اول شهر لينا في تريلا كنت بنام جنبي ورقه وقلم عشان لو صحيت جالك فكره تقول كده اكمل نوم. فلا, هي مش سهله. ساعات طويله بتشتغل ساعات طويله ولا مش قوي؟ لا احنا بص يعني انا ممكن اقول لك روتين يعني. انا عايز اعرف طبعا. بصحى 6 الصبح كل يوم, كل يوم 6 او 7 على حساب اول ميتنج في الشغل عندي الساعه كام. لو عندي مثلا ميتنج الساعه 8 فبصحى 6 عشان اتمرن من 6:30 ل 7:30. تيجي الساعه 8 ابقى في المكتب او في اي حته باخد بشتغل. الحال بقى ده كده على لجت الساعه 10 11 بالليل في الشغل. وده مش انا بس يعني, مش انا بس عشان الجيل أنا الجيل ده كله اللي عمل الشركات دي بيشتغل كده. انا احنا احسن حاجه في, انا اتكلم عن الشركه اللي انا بشتغل فيها اللي هي تريلا, احسن حاجه في المؤسسه دي ان انت عندك 100 واحد عايزين ينجحوا الشركه دي, عايزين يحلوا المشكله دي. ما انت الشركه تنجح لما تبقى بتحل مشكله كبيره. احنا بنحل اكبر مشكله في العالم, النقل, نقل البضايع دي مش في مصر, هي اكبر مشكله في العالم. الاقتصاد كله بيتحرك على عجل, حتى لو هتاخده على كونتينر وتحط الكونتينر ده في الميناء اللي موصله عجل, عجل صح, اللي هتوديه على طياره اللي دخله المطار عجل. فان انت تحل الفكره دي وتسرعها وتخلي الراجل مثلا راح لجات الجردقه, طب ترجعه بحاجه؟ ما انا كده مش هرجعه. معناه انت معناه ان انت برضو انت بتساعد الاقتصاد انه ينمو بشكل يعني هو بشكل خرافي. يعني as an after math انك انت طبعا. فكل اللي بيشتغلوا معانا في تريلا بما فيها كل انواع الامبلويز من المناديب اللي بيشتغلوا في الاوبريشنز, اللي بيشتغلوا في السيلز, اللي بيشتغلوا في الفاينانس, كل الناس اللي في الشركه عندها هدف واحد بس, الشركه دي تنجح, ينجحوا المنظومه دي. ومش عشان ينجحوا المنظومه دي عشان هم بس بيحبوا المنظومه دي, لا, علشان هم المنظومه دي دورها ان هي تحل مشكله كبيره. المشكله الكبيره دي هي النقل, نقل البضائع. يعني انتم مؤمنين بهدف برضو اكبر او هدف اخر, انه ان انتم هتساهموا في هو ده هدفنا الاول. طب ده شيء يعني عظيم. ده عندكم هدف يعني ما كانش عند جيلنا اساسا. احنا كنا عايزين نكسب فلوس باي طريقه خالص. انا بقى كمان اقول لحضرتك حاجه, اقول لك حاجه مسؤول, ما اعرفش معاك حاجه انا ليه بس بهدد الناس اللي انا شغال معاك. هقول لك حاجه, احنا اللي يخليني انا صاحي كل يوم متحمس للشغل ان كمان الناس اللي جايه تشتغل دي عارفين ان هم بيشتغلوا في شركه ناشئه, فالمرتب اللي هو كان بياخده في شركته قبل كده مش هياخده هنا. طب ايه اللي يخلي واحد بقى يشتغل شغلانه مش بتدفع احسن حاجه كومبيرد اللي هو كان, مقارنه باللي هو كان بيعمله, وبيشتغل اكتر؟ لما اقول لك اكتر, هو انت الشغلانه الشغل العادي في مصر من 10 ل 5 وبتقعد ساعه في النص بتاكل, وبتقعد صح ساعه ولا ساعتين في بقيه اليوم تتكلم وتطفي سجاير. صح يعني ده اللي ايه اللي يخليك بقى تسيب كل ده وبتاكل فلوس كويسه وتشتغل؟ لا بتشتغل في وساعات الرهيبه دي, وفوق الساعات الرهيبه والفلوس الاقل مش عارف ايه, عندك مسؤولية خرافية. انا ما اعرفش انام لو عندي حاجة زي كده. انت كمان حتى بقول لك ده مش بس انا وعلي وجارم وبيير ويحيى القاضي وطيمور, لا مش بس انت معاكوا يحيى وطيمور. معايا يحيى وطيمور. وطيمور اوكي. ودي ميزة, الناس كتير تقول لك ما تشتغلش مع قرايبك, مع اخواتك, مع صحابك. انا كنت بسمع ده برضو. احنا ما بدأنا الشركة دي, احنا بدأنا صحاب الناس اللي انا واثق ان مش هيحصل بينه. هو هيقعد 24 ساعة موت نفسه لغاية ما نحل المشكلة دي, وواثق ان مش هيحصل بينكم حاجة تخسر. كتر ما احنا قريبين. انتوا جيلكوا كده, جيلكوا علاقتكم ببعض خرافية, وفيها رقي وفيها فهم وفيها مساحة بينكوا وبين بعض, وبتحبوا بعض بشكل صحي جدا.
وبتدوا لبعض مساحات حر مساحات حريه وعندكم تكاتف نفسي كده خرافي. يعني انتوا جيل بالنسبه لي جيل ملهم ملهم يعني. يا رب يبقى ده حقيقي ويا رب ده حقيقي والله فعلا. لو عرفنا نعمل اي حاجه يعني انتوا عملتوا حاجه احنا لسه خرافيه. انتوا اشتغلتوا بمانيولز مثلا ولا انتوا محتاجين تالفوا؟ لا تالفوا في ميزه كبيره جدا. انا بتكلم على الاوبريشن نفسها بالظبط. قد ايه موجود في مانيولز او جبتوه من مثلا من كونسلتنت كومبانيز او من اكس مش عارف ايه؟ ومنين انتوا اخترعتوه؟ ولا حاجه خدناها من مانيول انت. ودي الميزه ان انت بتجيب ناس الخلفيه بتاعتها مختلفه. فانا مثلا انا وعلي مثلا الخلفيه بتاعتنا ان احنا بنشتغل كنا في اوبر 3 4 سنين سافرنا العالم مع اوبر طلعنا اوبر واوبر ايتس واوبر باص في مصر في مصر والشرق الاوسط وافريقيا. ده كان المين. وانا بعدين رحت انجلترا فشفنا ازاي تطلع برودكت او تبني حاجه من ده. احنا ده كده في اوبر. عندك بقى ناس تانية جايه من مثلا بيزنس كونسلتنج. عندنا مثلا بيتر مي ده شاب استرالي اتجنن وقرر انه هيجي يعيش معانا في السعوديه وفي مصر وهيلونش معانا تريلا. وهو اللي كان الباك جراوند بتاعه بيزنس كونسلتنج. يعني راجل عنده خبره بيلبس بدله كل يوم وبيحط استراتيجي لاكبر سي اوز في العالم. هذا نرد حاتم وعمر حاتم وعمر الشيخ وعلي لبيب دول بيشتغلوا كتير في مثلا في حته الفاينانس. كل واحد فيهم بباك جراوند مختلف. وانتوا بتاسسوا الشركه كنتوا حاطين في دماغكم ان يبقى البارتنرز مغطيين البيزنس سايتس كلها؟ يعني ده صح مش كده؟ كل واحد جه الشركه دي جاي علشان هياخد عمود منها وهيبنيه وهيبقى مسؤوليته في الجاب في الجاب في دوشه يملى فراغ اللي جاي من المكان ده بالدوشه دي. وبنسبه 99% هو انسب واحد يجي في الوقت ده. لان هي مش بس انت مش عايز واحد ذكي, انت عايز واحد شاطر ويحط 15 16 ساعه شغل في اليوم مش قادر ويسيب حياته ويسيب ويبعد عن المألوف ويعمل. لا يا انت محتاج كومبو كده صعب واحنا عندنا الكومبو ده وان شاء الله هنقعد نبني عليه.